السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحباب قلبي في كل مكان. النهاردة معانا عرض فقط لشركة واحدة، شركة ويليام هنري، اغلى سكاكين في العالم. طبعا نرحب الاول استاذ محمد الاميري. الله يحييك، شرفتنا في محلك المتواضع حبيب وغلا. ازاي شرفنا بوجودك وتشرفنا بجيتك ارغبك على تغطيه ويليام هنري. ده انا يعني بدايه المشوار. ما انا دلوقتي واقع في فخ اللي هو عايزين نعرف الناس ليه السكاكين ديت يعني تعتبر من اغلى السكاكين في العالم. نقدر ذلك احنا من القصة. حلو. وين احنا بدينا بالسكاكين وليش دخلنا في السكاكين؟ طبعا بدينا ب 2007. حلو. في مجال السكاكين. في 2008 مرينا على فيديو يتكلم عن سكاكين ويليام هنري. حلو. طبعا الاخوان ممكن نشرح لهم ان يعني مرات دقة التصنيع في الاشياء وال الانسان اللي ياخذ مثلا الفرق بين سكين وسكين يمكن فروقات بسيطه بسيطه جدا، بس اساس توصل اعلى مستوى ممكن الفرق 5% و10%. حلو. بس شغف الانسان وشغف المصنع وشغف الفنانين اللي يشتغلون على القطعه ينتجوا لك قطعه اعلى مستواها عن المستويات الاخرى اخرى. صحيح. ما نقدر نقول هم افضل ناس في العالم، ما نقدر نقول هم يمكن من اغلى وافضل سكاكين في العالم، ولكن هم ركزوا على جزء معين في التصنيع اللي هو الفخامة أعتقد. لا، هم تركزوا على دقة التصنيع. الدقة. الدقة. أنا سمعت من حضرتك قبل كده شرحت لي مراحل تصنيع السكين ديت يا جماعة. فهي هذه مراحل. بحب أدخل المراحل كبير. بس هم الأساس الموضوع كله إن هم يستخدمون فنانين كثار حول العالم. صحيح. وركزوا على موضوع دقة التصنيع. تجهيز السكين، تفكير في تصنيع السكين. القطعة الوحدة اللي هنا ماخذها أكثر من 8 شهور تصنيع من بداية المرحلة الأولى. كل القطع؟ كل القطع هذه اللي تشوفها يعني طبعا لو دي 8 شهور دي 8 شهور كله تقريبا 8 شهور ماخذها. في قطع توصل أكثر من 8 شهور بس هي القطعة الوحدة ماخذها 8 شهور. عندهم 800 خطوة لازم يمشون فيها مراحل. في السكين تقريبا تلف من حول العالم عشان توصلنا. حلو. كل قطعة من هذه اللي لفت مشت لها يمكن آلاف الكيلومترات عشان توصلنا. ليه؟ احنا بنتكلم يمكن عن قطعة من القطع، يمكن أفضل طريقة للشرح هاي القطعة تقريبا فيها يمكن نقدر نقربها للمشاهدين بطريقة. هاي القطعة من ويليام هنري خضت 8 شهور. القطعة طبعا 3 أجزاء، النصل الجزء الأول. صحيح. المقبض جزء ثاني. صحيح. السكيل او الحجر ضرس الماموث الجزء الثالث داخل. إيه. هذه القطعه البليد طبعا يعتبر من الستينلس ستيل دماسكس، يصنع الجوهر هذا احد اول او ابو الجوهر الستينلس. الجوهر طول عمره كان من الكربون ستيل. حلو. اول واحد سوى الشغل هذا كان في امريكا واسمه ديفيد موريس. ابنه كتب كتاب عن الدماسكس اليوم، كتاب كبير يعني، وانصح كثيرين انه يقرون عنه. عن سكاكين الدمشق. عن فقط الحديد الدمشقي. الحديد. واصله وتكوينته وطريقته وهذا، كتاب جميل هو، ولكن تعلم منه يعني ما مش معرفتنا هذه. فصنع السكين، طبعا يقصون كل قطعه بالووتر جت على اساس ما يخربون اي درجه حراريه للنصل. حلو. او يخترب اي معالجه. يبعثون البليد بلانكس لليابان عشان عشان يحفه باليد احد مصنعين ماستر جرايندر، سيرتيفايد ماستر جرايندر في اليابان، وكان يستخدمه كيكي ماتسودا مع عياله. اليوم قاعدين يحفون كل سكين باليد. كل يعني الشغل ده يدوي. ايه شغل يدوي طبعا. بعدين يرجع لامريكا. بالنسبه للمقبض في احد مصنعين شيء يسمونه المكومي جام، مكومي جامي هو يسمونه وود جرين ميتال او الخشب المعدني. حلو جدا. يتكون من نحاس ويتعول من نيكل سيلفر، سيلفر مع النيكل. نحاس ونيكل سيلفر. نيكل سيلفر، فيسوونه بنفس طريقه تصنيع الجوهر. حلو جدا.
فيخلطون المعادن مع بعض. طبعا كله يشتغلون سي ان سي ويتسوى. طبعا هاي القطعه من ضرس الماموث اللي منقرض من 10000 سنه اللي بايده كاي من عاجل ماموث ماموث برضه اي ماموث منقرض من 10000 سنه ما شاء الله. ففيها جزء من هذا. هاي طبعا اغلب اللي يستخدمونها احجار كريمه. تختلف الحجر من قطعه لقطعه. طبعا كل قطعه منهم مرقمه برقمين. الرقم الاول يمكن صغير مكتوب تحت البليد هنا هذا السيريال نمبر لها. رقمها التسلسلي للانتاج من اول ما بدوا الانتاج. ولها رقم ثاني موجود هنا بهذه الطريقه. يعني هاي القطعه رقمها 101 من 250 حبه. القطع الرقم التسلسلي بتاع القطع في الموديل نفسه يكتب هنا. هاي رقمها من 100 حبة. رقمها 42 من 100 حبة صحيح. وديت رقم 15 من 100 من 100. أنا إيه أعتقد في السكاكين ديت الأرقام بقى بتعمل فارق. يعني أنا مثلا والله لو رقم واحد من 100 أنا والله يعتمد للشخص. بس هم الهدف عندهم ان الموديل اللي عندك هذا من يخلص خلاص ما راح ينتجونه مره ثانيه. ينتشر مره ثانيه. فيعني صعب ان يجونا مرات ناس يقولون ابغي هذا الموديل. اقول له ما اقدر اجيب لك. اقدر اجيب لك شبيه له بس ما اقدر اجيب لك الموديل هذا. لانه هو خلاص مش موجود. يقول لك لا ما بشتري ما اريد اريد نفسه. اقول له زين ما في دور. يعني الموديل ده استاذ محمد ال100 حبه لو خلاص. خلصوا خلاص ده واحد من 100 يا جماعه. لو خلص ال100 حبه خلاص خلاص ما تقدرش توصله. وفي اصدارات خاصه بنا احنا لشركة التمرين. لشركة التمرين نعم. نصدر في وحدة بتكلم عنها بعدين. حلو. ولكن هاي القطعة طبعا كل قطعة تجي مع شهادة خاصة بها. خاصة فيها تاريخ الانتاج لها. وطبعا كلهن لهن قرابات لهن اشياء مختلفة. يعني هاي شهادتها يمكن هاي احد القطع ممكن نتكلم عنها لان لها شيء شخصي يعني يمكن. ولكن هي تقدير وتكريم. طبعا احنا بدينا سكاكين هذا بمكالمه مع ديف بوكل اللي هو مدير عام الشركه. مدير عام شركه ويليام هنري. مدير عام شركه ويليام هنري. وطبعا اعطانا اتاح لنا الفرصه في ذاك الايام. صراحه ما كنا نعرف اي شيء عن السكاكين. ما كان عندي اي معلومات عن السكاكين او معرفه بسيطه عن السكاكين. فقررنا السنه الاصدار الخاص لنا انه يكون يحمل اسم مدير عام المصنع اللي هو مختومه بالتمرين. يعني مختومه التمرين. فهذا اسم صاحب الشركه مدير عام الشركه اسمه ديف بوكل. صحيح. فهذه السكين اسمها بي 12 ديف بوكل. طبعا السكين ممكن نتكلم عليها. نفس الشيء الحديد هذا من حديد الزي دي بي 189. يمكن تعرفه بس يمكن اول شركه بالعالم استخدمت الزي دي بي 189 ويليام هنري. ويليام هنري في سنه اظن 2000 ما اعرف متى. ولكن هذا سان ماي. حلو. زي دي بي 189. طبعا هذا المقبض جاي من الدماسكس الجوهر. هذا عاجل ماموث بس لون مختلف شويه غامق. فهاي اصدار خاص من خمس قطع. شوف هذه وحده من الخمسه ما شاء الله. فهاي وحده مثل شكر وتقدير منه لمدير عام المصنع انه اتاح لنا الفرصه هذه. طبعا ويليام هنري عندهم سكاكينهم بدوا وكان عندنا اصدار خاص وايد انشهر في هذاك الوقت اللي هو كان الاي 10 يو اي اي. كان المقبض من المسكه من الالمنيوم. طبعا الالمنيوم يستخدمهم الالمنيوم كل شيء يستخدمونه لاعلى مستوى من الالمنيوم اللي هو السبيس جريد الالمنيوم. استخدم في الفضاء الالمنيوم هذاك. فيسوون منه السكاكين. وكانت المقبض البليد من الام 390 بليد. حلو جدا. دايموند كوتد بليد. وكان فيها عظم الناقه عظم الجمل في السكين. في السكين لانها تكون قريبه علينا احنا. حلو جدا. فجايه اسود مع عظم الناقه. طبعا هاي السكين للاسف الشديد المصنع وقفها عندهم. توقف الموديل كامل. فتوقف تصنيعها. طبعا الحمد لله يعني كثير من الشباب اللي مستخدموها يقول لك لا نريد نفس السكين. للاسف الشديد مش موجوده. خلاص ما بقتش متوفره. مش موجوده. طبعا عندهم الاشياء الانتري ليفل مثل هذيلا يجيك زي دي بي 189 سبيس جريد تيتانيوم كاربون فايبر. هاي السكين طبعا سعرها تقريبا حول 3000 درهم مع حجر كريم. السكاكين هاي يعني شوف فيها في قصه بسيطه ممكن اقول لك اياها. انا عندي احد السكاكين استخدمها من 2009. حلو جدا. محفوره حفر وضرس عاج ماموت. طبعا ذاك الايام استخدامنا مش معرفه ذاك الزود بالسكاكين. فكان تطيح من ايدنا ينكسر البليد من هنا نضرب البليد في شيء ويخرب من هنا وهناك.
فقلت له المصنع بعثوا لي بليد جديد حلو جدا أريد أبدل السكين. قالوا لي لا ما نقدر نبعث لك. ما يقدروش. قالوا ما نقدر نبعث لك بليد. قلت لهم يا أخي بليد يعني بدفع حقه. قال لي لا البليد احنا ما نبدل لك بلاش لك ولا زباينك. صحيح. أي حد عنده مشكلة بأي سكين ويليام هنري لها ضمان مدى الحياة. لكن ما يبعتوش البليد. قال لي البليد ما ببعث لك. قلت له يعني شو الهدف يعني شو المنطق. صحيح. قال لي احنا لأن البليد ينشغل جزء منه باليد. صحيح. بعد ما نشيك على سماكة البليد النصل عندنا شوف السبيسرز هذيله يبينون ايه عندهم من 10 لـ15 قياس مختلف. الفرق بين قياس وقياس جزء من مليمتر جزء الملي يعني قمه الدقه. ايه فيقول لك احنا نشيك بالضبط على الجهاز هذا. قال الجهاز اللي نستخدمه غالي واذا تروح تشتري بنعطيك 15 سبيسر. صحيح. اما الكاليبر العادي اللي يقيس سماكه ما يقدر يقيس الدقه اللي نحن نحتاجها. فانت بعث لنا بنبدل لك لان احنا ما نقدر نبعث لك 15 سبيسر مختلف. فطبعا 99.9% من المصانع في العالم يصنع نوع واحد من السبيسرز للسكين. كل الشركات اللي عندنا يصنعون واحد ما حد يصنع 15 فرق جزء من الملي في بين قطعه وقطعه. حلو جدا. فعشان كذي هم عندهم اهتمام كثير بالدقه في التصنيع دقه الانتاج دقه شركه. فمن كم من سنه شوفوا الاشكال قرر المصنع ان يطلعون من عالم السكاكين. حلو. وقرروا قالوا احنا بضاعتنا مستوى المجوهرات مستوى المجوهرات. طبعا في امريكا اغلب قلت 90% من انتاجهم ينباع في محلات المجوهرات. يمكن اكبر تشكيله خارج امريكا عاده تكون عندنا في معرض الصيد يعني ويليام هنري. اكبر اللي انا اعرفه ان حضرتك الوكيل بتاعه في الشرق الاوسط. احنا في الخليج كامل. في الخليج كامل. صحيح. الشرق الاوسط ما اخذنا ولكن ممكن نكون يوم من الايام يعني. لكن في الخليج احنا الوكلاء. احنا بدينا معاهم في 2008 ومشينا على السنين تطوير و هذا ونحاول دائما يعني في معرض الصيد انه يكون عندنا اكبر كولكشن موجود يعني حتى التشكيلات مرات تكون عندنا في المعرض اكثر من الموجوده في المصنع. ما شاء الله. يعني في الحمد لله يعني في عندنا تعاون كبير مع المصنع. وفي ثقه منهم. في ثقه طبعا. وصراحه بدون ثقتهم ما نقدر نمشي في الموضوع. صحيح. طبعا في مشكله واحده من مسكاكين ويليام هنري هي مشكله كبيره. اذا استخدمت ويليام هنري صعب تستخدم سكين ثانيه بعدين. صعب. يعني كثير من الناس اللي استخدموا ويليام هنري صعب ان يقتنع في سكين ثانيه بسهوله. من ناحيه من الاستخدام. ولكن اللي استخدم الشيء هو ادرى بشرحه. ممكن واحد يقول لا انا ما احب السكاكين هاي احب السكين الفلانيه. طبعا هو ذوق شخصي. صحيح. الاذواق كلها طبعا ما تجتمع وانا ما اشوف في شيء افضل من شيء. كل واحد على حسب رغبته على حسب شو يحب آخر اليوم. فكثير من الناس ممكن ينتقد يقول لا هذه أفضل قالوا شيء وقالوا هذا ممكن. صح. ما أقول لك لا. ولكن كخطوات اللي تستخدم في إنتاج صناعة سكاكينهم في مراحل اللي يمشون فيها الدقة اللي يحاولون يوصلونها وصلوها الإنتاج تاريخ الإنتاج فيها طبعا هذيلا بقول لك شيء واحد يعني ممكن هذيلا ممكن اساتذه لمصانع سكاكين كثيره في العالم وكثير ناس تعلموا منهم. وانا اعرف يعني احد المصانع بعد مرموقه في العالم تاخذ منهم افكار وتطبق من شركه ويليام هنري. من شركه ويليام ما بذكر اسامي الشركات ولكن في انا سمعت ان سكينه ويليام هنري دي بتلف حول العالم لغايه ما تخلص كل مراحلها. هاي القطعه مثلا مصنع البليد باليابان الهاندل اللي مسوينه بامريكا الحفر بايطاليا ما شاء الله رجعت لامريكا تجمعت من اليابان قطعه ومن امريكا من ايطاليا جزء من التعديل لها وانتهت ومرت وراحت امريكا وجتنا الامارات ما شاء الله. ف قالتهم دو ذا ماث في الكيلومترات اللي قطعتها القطعه عشان توصلنا لكن اكيد يعني الاف الكيلومترات. ولكن يعني مثل شوفت عينك
بس انا احس ان اللي هيدفع فلوس في السكاكين ديت او هيشتريها واكتر بياخدها ان هو لازم يحط, يعني انا كل الهواة الكبار اللي انا اعرفهم في الامارات لازم عنده سكاكين من يعني سكين على الاقل من ويليام هنري محطوطة في المجموعة بتاعته ما يستخدمها. يعني والله أحس انا يمكن كسكين انا استخدمها ويليام هنري واستخدمت يعني حتى عندي وحدة من القطع استخدمها من 2009 ليوم. قلبك جامد يا استاذ محمد. لو اقول لك شو سويت فيها بتقول لي انت مجنون يعني مش صاحي. يعني جينا يوم من الايام واحد من النايف ميكرز مصنعين السكاكين حلو, صار عندي خلاف بيني وبينه باللوك سيستم, فقلت له غير طريقه اللوك هذه ما راح تضبط على هالموديل. فقمت انا كسرت اللوك سيستم تبعه, كان عنده باك لوك, فقمت وضربتها على الخشب 3-4 مرات وكسرت اللوك. فعصب علي قال سكينك ويليام هنري لو تضربها نفس الشيء بتتقطع قطع. قلت له اوكي خلنا نجرب, وطلع السكين من جيبي قال لي لا تجربها. قلت له لا بجربها, خلها تنكسر برجعها المصنع. مسكته وضربتها يمكن بقوى ما عندي, اقوى مما ضربت سكينته بعد باكثر بوايد. ضربته ضارب 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 ليه ما قال بس, قال لي بس خلاص وقف. قال قلبي خلاص, انا قلبي عوري قال على السكين انت بعد تضرب فيها. لكن اليوم يمكن نقول ليش احنا نحط بين محل السكاكين وزباين السكاكين هواة السكاكين. حلو ان الانسان هذا محل للكل, والمكان مكان للكل, صحيح, والتطوير تطوير للكل. ان شاء الله احنا المستوى دائما نحاول ان نكون افضل مستوى, نحاول نترقى بافضل مستويات, نحاول ننتج اشياء مختلفه عن كل حد, نتعامل مع ناس حول العالم, نتعامل مع افكار مختلفه. ما ادري اذا صورت السكين اللي كانت عندنا في المعرض اللي مسوينها بيير ريفردي اللي كانت صورناه. تتكلم عن العصر البرونزي صورناه طبعا. اوكي هذه احد القطع اللي اشتغلنا عليها يمكن سنه كامله عشان نطلعه الشكل, عشان نطلع فكره ونوصل الفكره شخ بقصه. فان شاء الله على السنوات الجايه طبعا لولا دعم الناس ولولا دعم الشيوخ والمعازيب الله يحفظهم وهذا احنا ما بنوصل هالمستويات ولا يعني لو الهواة ما انا قالنا هاي السكين ما بزينه فيها كذي فيها شيء ما عجبتني. صحيح طبعا في كلام بناء مرات يكون في كلام سلبي ولكن كله جيد, هي وجهة نظر. صحيح وجهة النظر الانسان لازم يسمعها ونحب احنا السلبي بتستفيد منه وتقدر ان انت تطور تحاول تطور. ممكن ما توصل للمستوى الشخص يحتاجه بس على الاقل انك حاولت في التطوير. فهاي احد المنتجات, يمكن هاي الشركه لها معزه خاصه عندي انا لان انا بديت دخلت بالسكاكين والسبب هالشركه يعني هوايه السكاكين كبرت عندي والسبب هذه الشركه. وان شاء الله على السنوات القادمه ان شاء الله يقدرنا ونحن نطور ونجيب منتجات افضل وافضل ان شاء الله ونعمل لها تغطيه اقوى من كده. على التغطيه مش مشكله اكثر من الانسان يتمتع ويشوف حتى لو ما يشتري يتمتع. احنا التمتع يعني ما في عندك خساره انك الانسان يشوف معادن طالع شيء جديد طالع معدن جديد. في قطعه هني يمكن بسيطه اول وحده هذه الخشب اللي موجود منها من الناس اللي يحبون البيسبول اللي هو يانكي ستاديوم من نيويورك. فالخشب جاي من الكرسي اليانكي ستاديوم الخشب بتاعها. مثال كانت واحدة فيها فيروز اللي هاي فيها فيروز هاي فيها فيروز صحيح. ففي أشياء مختلفة يستخدمونها, يعني عظم الناقة كان وحدة من الأشياء اللي احنا بغينا منها ان يسوونها. وانتجنا عدة انتجنا نفس الموديل بتيتانيوم مع ZDB-189 بعظم الناقة في أحد السنوات, كان أحد الموديلات اللي انتجناها. يعني نحاول نطور ان شاء الله على التطور, دائما في اشياء جديده كل واحد يقدر يسويها من فتره فتره ان شاء الله. ومشكور على جيادك, مشكور على تغطيتك, وان شاء الله عاد نكون غطينا وشرحنا بطريقه صحيحه ان شاء الله للمنتج للناس, قدمنا لهم افاده جميله جدا.
دي السكاكين يا جماعة، احنا فوكسنا على جزء يعني، في في جزء تاني وفي برضو سكاكين خاصة بالطهي وحاجات زي كده، بس احنا كنا حابين نفوكس على جزء معين اهو زي ما هو باين قدام حضراتكم. دي السكاكين بأشكالها، وتعال خلينا نقهويك الحين خلاص، بس السكاكين بنروح بننقل. ودي سكينة هي خاصة بالسيجار، هذا ما ننصح الناس يشوفونه ياخذونه، هاي ما حدش ياخذها، ما حد ياخذها، ما حدش ياخذها، تعالوا خذوا من السكينة. هاي حق الاقتناء مش للاستخدام. ما هي مش للاستخدام خلاص، ما كله للاقتناء وبس يا جماعة. دي كانت تغطيتنا البسيطة، نشوفك على خير ان شاء الله في المقطع الجاي. وما تنساش بقى لو انت لسه جديد ما اشتركتش اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان تتفرج كل جديد. السلام عليكم.